الخير بنتي. الخير ماما، واش راكي سافا؟ والله الحمد لله، حال الكبر واش نقول لك؟ والصحة سافا؟ ريحتي شوية؟ شوية الحمد لله يا ربي. سافا مامي؟ ايه أنا الحمد لله. كنت فكرتي بلي عندك مامي وتسقسي عليها. مامي خايب بالك، أنا جيت نطلع عليك. جيتي تطلعي عليا من الصباح وانت حاكمه ديك الحظ بنتي وتك تك تك ما كان والو. انا يا ماما تعرفيهم بلي الجيل تاع الفيسبوك والجيل تاع السناب شات على بالك. يا حسره يا حسره على زمان، كيفاش كانت هذيك القعدات والحطات مع الجيران والحباب وال... ايه حطي ميساج حبك ما شفتوش كامل، كان سيلونسيو. ديري سناب ديري سناب دقيقه ما شاغل هذا ميساج. جايب ندير لك سناب يطلعوا عليا زعما. حقني واحد الميساج تري امبورطون. شوفي الميساج تاعك، شوفي مين هذا؟ دبي. انا غادي اليوم سيجوري. اسمع واقيلا حسبتوا رباحكم غير نتوما اللي عندكم بورطابلات وميساجات. ها وانا الفيسبوك، ها ها الفيسبوك. عندك فيسبوك؟ بيان سور عندي الفيسبوك. شوفي ها ها تو ما ميم با اجوتي ماما. لازم نتوما تاجيتوني مش انا نجوتيكم. وشنو هو الفيسبوك تاعك؟ وشنو هو؟ اسمع الفيسبوك مرجانا مينوشا جو سوي با سوسيال. ماما على فيسبوك بتعطيني شباب با ابوني. ماما شنو هاد البسودو؟ شنو هتجب يا اختي؟ شباب بزاف وش بيه؟ دوك نعجوتيك. حبيت نار برك. انا عجوتيتك اكسبتيني. عجوتيني وبعتي لي ميساج. هيا طاك ما تديش ما تقوليش كان تحلي فيسبوك. ولا شنو؟ لا لا لا. اصبر اصبر راك شوفي راني في الفيسبوك. اصبر دقيقة. استغفر الله. اعطيني شوية الماء ولا الشيب ولا فتيا فتيا. شحال صامت انت؟ اصبر عليا دقيقة نهضر مع السيد وكي ريبونديرين مدلك تاكل. اصبر. يا حميد يا حميد اسمع، انت نهار سلفت الدراهم ديتهم فرحان ودوكا نقعد نجري موراك. هاك كونيكسيون ثقيله، زيد لي دوك انت همك انت، ما عرفتش قاعد تبعت الميساج فوكا. بابا في المكلة. اسمح لي مين؟ انت صامت انت يا يوم. واش بيك؟ حبيت تضرب لي طفل؟ واش بي جدك انت ثاني؟ كيفاش يا عجبه من الصباح هو يقول لك اعطيني ناك واعطيني ناك وانت راتي بلا كونيكسيون؟ انا في الفيسبوك ميسنجر وبعت لي السيد ميساج ما ريبونديش. ومن بعد انا كبري راح عليه الحال، مازال خمس دقائق وطفل يروح يقرا. دخل نعطيك تاكل، دخل نعطيك تاكل. وانت واش راكي ديري؟ كنت مع لا كونيكسيون، كنت نشوف لا غوسه تاع الطياب. زوم، صغير. غوير هذا انا تيليكوموند ديال الماتش الله يعيشك. انا راه تيليكوموند. واش راك حاب تشوف خو؟ بيت. ما شفت حاب تشوف. ها؟ كاين ماتش. ديرو بارسا ريال. دير. ديرو بارسا. كنعطو اون ديريكت انا ديجا صافا فيسبوك. لو ما يحلاليش ماتش في لاتيلي انا. راك تشوف واحد نهضر معاك خي مونغو. واش راك واش راك تشوف؟ وانا نشوف بعثوا لي دي ميساج نقرا في لي ميساج. عينيا تاع ما على بالك. شفت عيت انا ربي 3 اون فيسبوك هذا عياوني لي ميساج ما حبوش كاع يحبسوا يا اخي. وانت ما تحشمش على روحك وتبدا الخدمه تاعك. سمعنا كل نهار تقول لي غدوه ما عيط ليش معلم ومسافر راني نستنى فيه. ومسافر ولا فيسبوك مرضك تضرب به حتى الخمسة تاع الصباح ومن بعدك الصباح ما تقدرش تنوض. مازالش تكذب. خمسة تاع الصباح ما قعد كاع الخمسة تاع الصباح. غداش راك تنوض؟ 11. ها؟ 11. وبعد 11 ما يجينيش ناس في الليل. في راهي مخلطة اخو. راهي مخلطة. وين؟ فيسبوك. شوف حدا عينا كاع
نسينا الماتش كاع خو. اطلق تليفون، اطلق اطلق تليفون اطلق. انا نقول لك شوفو اون ديريكت فيسبوك، ما كان لي خدمه ني والو، ني خدمه ني لا فامي ني بوجي ني والو. عندك لا كونيسيون، ما تروحش. انايا انا نقدر نقول ما نقدرش نشري حوايج، ما نفطرش، مي كونيكسيون لازم تكون خو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين. أسعد الله مساءكم أحبتنا المشاهدين في برنامج رمضان والناس، واخترنا لكم اليوم موضوع شبكات التواصل الاجتماعي آثارها الإيجابية والسلبية. الفيسبوك لديه آثار إيجابية وآثار سلبية، ولكن سلبياته أكثر من إيجابياته. الإيجابية أنها تخلينا نتواصل مع الناس اللي عندنا بزاف ما تواصلناش معهم، لنشر الدين والعقيدة الإسلامية الصحيحة، حتى الناس تتعرف على الدين وكذا، ما هي أسس الدين، ما هي خدمة الإسلام والمسلمين، خدمة الفقراء مثلا، الجمعية الخيرية كيفاش نتواصل معهم، كيفاش نقدموا خدمة لأهل القرآن، مدرسة القرآنية، المشاركة في التظاهرات والملتقيات والمنتديات الدولية. ثاني مثلا هذا الفيسبوك يجيب لنا مثلا أخبار جديدة حول العالم، ما هي الأشياء الجديدة في العالم التي تدور أو في الوطن، أو سواء من خلال الأقارب في تواصلنا مع الأقارب صلة الرحم. شيء آخر يعني في الفيسبوك شيء الجميل، مثلا في طبيعة العمل كان هناك يعني على رغم من بعد المسافة بيننا وبين أشخاص نتواصل معهم، ولكن ينقص المسافة، يخلي المسافة قليلة، وفي نفس الوقت يقضي حوايجنا يا جماعة. شيء جميل طبيعة الاستخدام، كي نستخدموا هذه الوسيلة في الطابع الإيجابي اللي يخدمنا. هذا من جانب. جانب آخر يا جماعة، المفسدات تاعه أكثر من الإيجابيات. لأنه علاش؟ لأنه إحنا عندنا العقل الجزائري والعقل العربي يخمم العكس. هذا مثلا الإنسان اللي اخترع هذا الفيسبوك من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة، من أجل التكنولوجيا، حتى التواصل، حتى يمشيوا في حياتهم. إحنا لا، نستخدمه في الجانب السلبي أكثر من الإيجابي. تعرفوا يا جماعة الخير أنه في الجزائر في عام 2017 تخيلوا كم من حالة طلاق بسبب الشبكات التواصل الاجتماعي؟ مبلغ رهيب، 6000 حالة طلاق بسبب شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر. رقم رهيب، 6000 يا جماعة، 6000، نعم 6000 حالة طلاق. لو كي نقولوا 6000 حالة طلاق، رح نجر عليها أبناء، رح نجر عليها يتم، رح نجر عليها أرملة، ما تصيبش وين تسكن، ما كذا. فالطلاق يعني أبغض الحلال عند الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سلبيات هذه الأشياء يا جماعة، أنه من بين السلبيات الخاصة به الفيسبوك أنه نشر الرذيلة في أوساط المجتمع المسلم. هناك من يسوقون للأفكار المتطرفة مثلا في شبكات التواصل الاجتماعي كلها، مش الفيسبوك فقط، كل شبكات التواصل الاجتماعي سواء الانستغرام أو الفيسبوك أو يعني كل ما يتعلق بالشبكات التي يكون فيها تواصل مع الغير. أيضا يا جماعة في الأسرة، ولات الأسرة مثلا في بعض المرات تقعد تجلس في جلسة عائلية، ما شاء الله كانت بكري البريق تاع لاتاي ما شاء الله وكذا، وقعدة الجميلة ديك القعدة الزينة هذيك فيها الحكايات والروايات، الجد يحكي والأب يحكي والأم تروي لنا رواية أخرى. الآن أصبح هو جالس معك في الأسرة في أمامك، ولكن راهو مع الهاتف، عندك بزاف ما تلاقيش به، ولكن عندما تلتقي به سبحان الله وكأنما لم تلتقي به أصلا. يعني الانفكاك الأسري كما قلنا، التطرف والعياذ بالله، حتى أيضا يا جماعة فيه الغتبة والنميمة والخوض في أعراض الناس، مثلا نشر الفضائح. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وفي رواية ستره الله يوم القيامة. أصبحت هذه شبكات التواصل الاجتماعي مصدر لنشر الفضائح، مصدر لنشر العيوب، مصدر لتتبع عورات الناس المسلمين، مصدر للرذيلة ونشر الرذيلة. والشيء الأعظم من ذلك ما هو يا جماعة الخير؟ أنه في شبكات التواصل الاجتماعي هذا الفيسبوك، عندما ننشر الصور مثلا، يصاب الإنسان صاحب هذه الصورة الجميلة وما شابه ذلك، يصاب مثلا بالعين، يصاب بعين الحاسد، عين الذي يتتبعك. كاين انسان كي تحط صوره مثلا في الفيسبوك يتبعك بقلبه، بل ربما يحسدك على النعمه اللي راك عايشها مثلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذي صاحب نعمه محسود. حتى تصيب، حتى هذا الفيسبوك ينجر عليه
أذى صحي سبحان الله، يعني الصحة تاعك ويهلك هالك سبحان الله. وكاين بعض الأشخاص يخوضون في أعراض الناس من خلال رؤية الناس الحسد والعياذ بالله، في أنه هذو رام في نعمة وإحنا رانا سبحان الله رام مازال مفتحش علينا رب العالمين وكذا وكذا، والعديد من الأضرار بغض النظر عن فضح أسرار البيت مثلا. أسرار البيت راهي في الدار أشياء، هو راهو جالس معاك، هو راهي يبعث في أسرار تاع البيت إلى خير وناس ما يعرفهمش نهائيا، حتى لو كان يعرفهم ما في مشكلة، خاصة الشباب والشابات الآن والله يتصرفون بتصرفات. المهم صاحبتها قالت لها بعثي لي صورة، ما فيش مشكل، تبعث لها صورة في آخر المطاف تولي زميلتها هذه اللي بعثت لها صورة تسحرها وتولي حكاية أخرى، حكاية تروى وحكاية لم تروى. ربي يهدينا وردنا الدين ردا جميلا، وعسوا أولادكم يا جماعة، لأنه هذه الشبكات التواصل الاجتماعي سم قاتل للمجتمعات الإسلامية، ولكن لأنه إحنا ما نعرفوش نستخدم هذه الوسائل، وسائل جميلة للتواصل لنشر الدين لنشر كذا وكذا الأشياء الجميلة، هي المشكلة أنه في العقل البشري وفي الثقافة تاع الإنسان كيفاش راح يستعمل هذه الوسيلة، إما في الخير أو الشر. وإحنا إن شاء الله ربي يوفقنا باش نديروها في الخير وما نلجؤوش للأشياء السلبية اللي تنشرنا نشر بها الشر، وربي يردنا للدين ردا جميلا، وربي يحفظكم بارك لنا في أيامكم، في آبائكم، في أمهاتكم، في إخوانكم، في أخواتكم، في صغاركم إن شاء الله أولادكم، ربي يرفع مقامنا ومقامكم إن شاء الله، وربي يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض يوم تزل الأقدام، ربي يبيض وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقولوا معي آمين، لعلها ساعة استجابة ونحن في شهر القرآن العظيم. طيبتم وطاب مشاكم وتبوتم للجنة مقعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحفته.